السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كاين الجديد. الفيديو ديال اليوم الخوت نهضروا على هاد البياسة هادي ديال تي ان 50 انيفيرسير فوت لوكر، حاطينها تلاحت البارح في الفوت لوكر. بياسة اللهم بارك في هاد الكولور ديال الدوغي مع الكري، بياسة مستيلية. الخدمة كيفاش نقية، ماشي اللي كتجي في الخناشي. بياسة اللهم بارك، الكولور فيها مستيلي، فيها الذهبي هذا من جهة تاع هادو اللي شادين السيور. كيفاش دايرة من التحت، مغاديش نقول لك اخويا اجي شري من عندي او لا، كنوريك الفيديو باش تستهلك بلا ما تهلك. تحية لواحد الحولي ما يعرف حتى يهضر، كلاش نسميه، اشوف الدوريجين كيفاش دايرة، او جا زرعة القنب. المهم الخوت، هاد البياسة هادي بلا ليفريزون بالرباح ديالي دايرة 2800 درهم، وانا راه عارفه بشحال كتباع في المغرب، وكتباع ب 3300 3200، وعارف شحال كتباع، حيت هاد الهضره اللي كنقول انا ما كتعجبش الدراري. وهادي غناخذها دابا وغنصيفطها للدراري في المغرب في كازا، في القريعه راه غناخذها لهم. وكاينين الدراري في القريعه كيقول لك ما تسميناش، كيقول لك ما تسميناش، كياخذوا معدي البياس بالجمله كيقول لك ما تسميناش، حنا بغينا ناكلوا طرف تاع الخبز. لكن هادو راه كيبيعوا الدوريجين الخوت، ما كيهمنيش انا شحال غادي يربح، ولا يربح شي حاجه الله يسهل عليه، المهم هو كيبيع الدوريجين. طبيعة الحال اللي بغاها يخلي لي ميساج في الفيسبوك اللي غيطلع لك هنا. البياسة هي هادي الخوت، كاينة حتى نابولي، هاهي اللي بغا شي حاجة مرحبا، متنساوناش بالدعم بلي لايك بلي جيم وبلي كومونتير باش يبقى يوصلك الجديد. خليناكم فرحة الله. السلام عليكم.